العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى، عند قول الإمام السنوسي رضي الله عنه: وحاصله أن أول واجب النظر وحقيقة النظر. يعني إيه معنى ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم؟ كذا عرفه البيضاوي. يعني هذا التعريف اللي هو ترتيب أمور معلومة على وجه إلى آخره، هذا هو تعريف الإمام البيضاوي وغيره، وأحسن منه وأسلم. وحيتكلم هنا الشيخ الحامدي عن وجه الأحسنية والأسلمية. وأحسن منه وأسلم، يعني وأحسن من تعريف البيضاوي وأسلم، أن تقول النظر وضع معلوم أو ترتيب معلومين فصاعدا على وجه يتوصل به إلى المطلوب. هذا تعريف مين؟ تعريف الإمام السنوسي، اللي هو إيه؟ النظر وضع معلوم أو ترتيب معلومين إلى آخره. على وجه يعني على طريقة الأشكال والأضرب المنتية، لا التي لا يتوصل بها إلى إيه؟ إلى المطلوب. وهذه إيه؟ هي الأضرب العقيمة. ومعروف الأضرب اللي في الشكل الأول والثاني والثالث والرابع والمنتج منها والعقيم، سيأتي في بابه إن شاء الله. وأو للتنويع، فيشمل ناقص الحد والرسم، يعني ناقص الحد وناقص الرسم، لأنه في كلا الحد والرسم في تام وفي ناقص، فسواء أدى إلى المطلوب على وجه التمام أو على غير ذلك، يعني يشمل ناقص الحد والرسم. فإن وصلت تلك الأمور إلى معرفة مفرد، وقال ترتيب أمور أو ترتيب معلومين، والأمور المقصود بها على الأقل اثنان، يعني هنا ما هو أكثر من واحد، يعني أطلق الجمع هنا على على ما فوق الواحد، وليس المراد أمور يعني ثلاثة، بل ترتيب أمور يعني أمرين فصاعدا، زي ما قال هنا ترتيب معلومين فصاعدا. فإن وصلت تلك الأمور إلى معرفة مفرد سميت معرفا وقولا شارحا، وإن وصلت إلى تصديق، هو العلم يعني ده تعريف التصديق، بنسبة أمر إلى أمر على جهة الثبوت أو النفي سميت حجة ودليلا. خلاص كده. نرجع إلى إلى الحاشية. هات يا عم الشيخ ناجي في قوله وحاصله، خلاص قلناها المرة الماضية، ترتيب أمور، قوله أمور في الحاشية. ما ده كله العدد ده قلناه في الدرس الماضي، بل قلنا زيادة عنه، بس عشان نبدأ زي ما نقول يعني من أول الـ
القضية أو من أول الكلام، من أول وحاصله أن أول واجب هو أن أول واجب النظر وحقيقة النظر ترتيب إيه أمور، فهات ما يتعلق بذلك في الحاشية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله أمور، نحو فلان يطوف بالسلاح ليلا، وكل من هو كذلك فهو سارق، وكل سارق تقطع يده. ده الأمور، ده لسه حنتوصل بترتيب هذه الأمور على هذا النحو. فلان يطوف بالسلاح ليلا، ده أمر، وكل من هو كذلك فهو سارق، هذا أمر، وكل سارق تقطع يده، فهذا أمر. حنتوصل من خلال هذا الترتيب إلى إيه؟ إلى النتيجة اللي هو المطلوب يعني. أي أو أمرين، نحو العالم متغير وكل متغير حادث. يعني المراد بأمور يعني الجمع زي ما حصل في المثال الأول، أو إيه أمرين، زي العالم حادث وكل حادث إيه لا بد له من محدث. يلا. قوله معلومة، أي حاصلة في العقل. العالم متغير وكل متغير حادث، هذول أمرين، إنما اللي قبلهم كام؟ ثلاثة. يعني أمرين فصاعدا. لسه احنا نقول لك على وجه، يعني الترتيب ده حيؤدي الى المطلوب، لسه ما تكلمش مطلوب. العالم حادث ده اللي هو المطلوب، وهناك فمن يطوف بالليل تقطع، ده المطلوب. يعني رتبنا كده عشان نتوصل الى انه اللي بيطوف بالليل بسلاح يده تتقطع. بس كيف توصلنا الى هذا؟ بهذا الترتيب، يا اما امور يا اما امرين ايه على الاقل فصاعدا. قوله على وجه كايجاب الصغرى وكليه الكبرى، يعني زي ما في الشكل الاول يشترط في الشكل الاول اللي هو ان يكون الحد الايه الاوسط محمولا في الايه الصغرى موضوعا في الكبرى. فاذا رتب على وجه يعني تكون الصغرى موجبه والكبرى كليه، وأن ترى كلية كبرى، يعني الكلام ده كله في المنطق. قوله إلى استعلام، أي إعلام، أي إحضار. وقوله ما ليس بمعلوم، استعلام السين والتاء للطلب، استعلام يعني إعلام، إحضار. ما ليس بمعلوم، أي ما ليس بمستحضر. يعني ليه قال ما ليس بمعلوم؟ يعني مش المراد به ما هو مجهول، لانه هو معلوم، بس ايه مش مستحضر الايه هذا الشيء. فكأنه هذا الترتيب لا يوصلك حقيقة الى العلم، وانما يوصلك لانك قد تكون عالما به، انما يوصلك الى استحضاره. خلاص كده، يعني كأنه غاب او انت في غفلة عنه، هذا ايه يوصلك الى استحضاره. قال ما ليس بمعلوم، اي ما ليس بمستحضر. والمراد باعلامه واحضاره ادراكه وحصول صورته في الذهن. لانه قلنا حيوصلك يا اما الى ادراك مفرد اللي هو التصور او حصول الصوره في الذهن، او يوصلك الى ايه ادراك النسبة وهو ايه التصديق. قوله واحسن منه، اي لشموله للتعريف بالمفرد. يعني تعريف الشيخ السنوسي احسن من تعريف البيضاوي، لان تعريف البيضاوي لا يشمل المفرد بل يشمل الايه المركب، فهذا يشمل الايه بشموله للتعريف بالمفرد. ليه؟ لأن البيضاوي قال، لأن السنوسي قال وأحسن منه أسلم أن تقول النظر وضع معلوم،
وما ينفعش يقول ترتيب معلوم، الواحد ما فيش ترتيب ده الترتيب، فعشان قال وضع معلوم لم يقل او معلومين، لا قال وضع معلوم او ترتيب معلومين، فهذا شمل المفرد وشمل المركب، اما البيضاوي المركب فقط. قوله واحسن منه اي لشموله للتعريف بالمفرد، وقوله واسلم اي من الاعتراض الوارد على الاول بعدم شموله للتعريف بالمفرد. يبقى هذا هو وجه الاحسنية اللي هي الشمول، يشمل المفرد والمركب، والاسلمية انه سالم من الاعتراض الوارد على الاول اللي هو تعريف البيضاوي بعدم شموله للتعريف بالمفرد. وعبر بأحسن وأسلم لإمكان أن يجاب عن الأول بأن قوله ترتيب أمور أي صريحا أو ضمنا، يعني لأنه هو لما قال إيه عبر بأحسن، كلمة أحسن يعني كأن تعريف البيضاوي حسنا وليس سيئا وليس باطلا، ليه؟ لأنه ممكن يقال أنه البيضاوي قصد ترتيب أمور، يعني إما هذا الترتيب يكون يعني قوله ترتيب أمور أي الترتيب الترتيب، يعني إما صريح أو ضمنا، فتعريف البيضاوي شمل ذلك إيه ضمنا، أما تعريف السنوسي صراحة، فعشان ممكن يجاب على إيه الاعتراض، فعشان كده قال أحسن وأسلم. وعبر بأحسن وأسلم لإمكان أن يجاب عن الأول بأن قوله ترتيب أمور أي صريحا أو ضمنا، فالأول اللي هو إيه الصريح اللي هو الصريح اللي هو الترتيب الصريح، فالأول كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، أهو ده إيه ترتيب أمرين وده ترتيب صريح. والثاني، والثاني كقولنا في تعريف الإنسان إنه ناطق فهو مركب ضمنا. طيب فين إذا كان عرف بمفرد تعريف الإنسان لم يقل حيوان ناطق، لأنه لم يأتي، لأنه لازم في الترتيب يجيب حيوان وبعدين يجيب ناطق، ده هو أصلا ما فيش الكلمة واحدة اللي هي ناطق، ولكنها في قوة إيه هو مفرد، ولكنها في قوة المركب، لأنه كلمة ناطق مركب ضمنا، لأنه اللي هو قوله ناطق في قوة ذات ثبت لها النطق، يبقى هنا في في إيه في ترتيب، ترتيب مش تركيب، في ترتيب ولكنه ليس صريحا، وإنما هو يتضمن، لأن ناطق ده لازم لا يقوم إيه إلا بذات، ذات لها إيه أو فيها قوة ذات، لأنه في قوة ذات ثبت لها النطق، والذات التي ثبت لها النطق لا تكون إلا حيوانا إيه ناطق، يبقى هنا فيه في ترتيبه حيوان ناطق. والثاني كقولنا في تعريف الإنسان إنه ناطق فهو مركب ضمنا، لأنه في قوة ذات ثبت لها النطق، والذات التي ثبت لها النطق لا تكون إلا حيوانا ناطقا. يبقى معنى كده أنه تعريف الشيخ البيضاوي حسن، لأنه لم إيه يذكر، لم يكن صريحا خلاص كده، ولكنه شمل الترتيب الضمني، أما البيضاوي فوجه السنوسي فهو أحسن من البيضاوي، لأنه إيه صرح بإيه بما كان في كلام البيضاوي متضمنا. قوله وضع معلوم أي إثباته ولو غير مطابق، وضع هنا وضع يعني مفيش ترتيب، هنا هنضع المعلوم يعني نثبته خلاص، ولو كان غير مطابق، يعني كيف يكون غير مطابق؟ لما نقول مثلا ايه في تعريف الانسان حيوان ناهق مش ناطق، ده معلوم لكنه ليس مطابقا خلاص كده،
قوله وضع معلوم أي إثباته ولو غير مطابق، لأنه حتى لو وضعت المعلوم اللي هو غير مطابق حيوصلك أيضا إلى مطلوب، ولكنه غير مطابق أيضا، لأن المقدمات إذا كانت فاسدة تفسد النتائج. قوله وضع معلوم أي إثباته ولو غير مطابق كإثبات ناهق في تعريف الإنسان، وهذا بالتعريف في التعريف بالمفرد. وقوله أو ترك وهذا اللي هو إيه، خلينا سنة عشان دول مساكين وإحنا برضو يعني ما تقيسش على نفسك أو على الشيخ. بيقول إيه قوله وضع معلوم، لا خلاص وهذا اللي هو إيه يرجع إلى إيه، وضع معلوم ده في المفرد، اما في المركب ما ينفعش، لازم يكون ترتيب معلومين فصاعدا، وهذا اللي هو ايه وضع معلوم. وقوله او ترتيب معلومين ده اللي فين في المركب، او امرين حاصلين في العقل. وقوله الى المطلوب اي التصوري او التصديقي، يعني على وجه يتوصل به إلى المطلوب، يعني إلى مطلوب تصوري أو إلى مطلوب إيه تصديقي. قوله للتنبيه أي لا للشك، لما قال هنا وضع معلوم أو ترتيب ده مش شك، ده أمال ده إيه، أو هنا للتنويع، لأنه عندنا هنا في نوعين، في تصور وفي تصديق، في معلوم واحد وفي معلومين، أو هنا إيه للتنويع. قوله فيشمل ناقص الحد والرسم، كما أنه شامل للحد التام وللرسم التام. فيشمل إيه ناقص الحد والرسم، يعني من باب أولى، إذا كان يشمل ناقص الحد يبقى يشمل الحد، إذا كان يشمل يعني معناها الحد التام والحد الناقص، والرسم يعني الرسم التام والناقص، فإذا شمل الناقص يبقى التام من باب إيه أول. قوله تلك الأمور أي تصورها، فين تلك الأمور، فإن وصلت تلك الأمور أي تصورها، يعني تصور تلك الأمور. قوله مفرد إلى معرفة مفرد إلى معرفة مفرد أي تصوره، اللي هو بيقال عليه إيه المعرف أو القول الشارح. قوله سميت معرفة أي لتعريفها وتعيينها للماهية الحقيقية والعرضية، وقولا شارحا أي لماذا قال للماهية الحقيقية والعرضية، لأنه بيشمل التعريف بالحد اللي هو فيه الماهية والتعريف بالرسم اللي هو فيه الايه العرضية. عرفت ليه قال الماهية الحقيقية والعرضية؟ عشان الحد وايه والرسم. وقولا شارحا أي لشرحها للماهية الحقيقية والعرضية، يعني طالما هي قول شارح يبقى تشرح الماهية، سواء كانت الماهية حقيقية أو كانت إيه أو كانت عرضية. عارف العرض، في عرض خاص في عرض إيه عام، العرض الخاص للخاصة خلاص، أما العرض العام لا يدخل فيه في التعريف. يبقى لما قال العرضية يعني يقصد بها الخاصة، العرض العام ما يدخلش فين في التعريف. ما ينفعش تقول الانسان حيوان ماشي او حيوان متنفس او متحرك، ده عرض عام. اما العرض الخاص ضاحك، لا ناطق، ده الفصل ايه، وده علم المنطق بدل ما تعلم العروض علم المنطق. هنيجي حضرتك ان شاء الله تعلمه ايه لو مش هتتعلم، امال بيعمل ايه كان معاه بياخد الخلاصه البرسبي ايه يعني بياخد على الجاهز، يعني جاهز على طول. انا بقول له بيرجع في الحته الفلانيه اخد منها في السريع، والله بكلمك قال لي خلينا في السريع كده، قلت له طيب كده ادفع، قلت لك كده يا ابني ما دام متعود جاهز يدفع. حضرتك ان شاء الله تبقى في المنطقه، يلا يا مولانا اتفضل. قوله
وإن وصلت أي وإن وصلت لا لا مش وصلت 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 أي نعم وإن وصلت أي وإن وصل التصديق بها أيوة قوله وهو أي التصديق وقوله أمر هو المحمول وقوله إلى أمر هو الموضوع بيقول وهو العلم بنسبة أمر اللي هو المحمول إلى أمر اللي هو الموضوع يعني مثلا بنسبة القيام إلى زيد زيد إيه قائم يبقى المحمول قائم وزيد إيه الموضوع يعني سواء كان النسبة دي إيجابية أو سلبية ثبوتية أو نفسية قوله على جهة الثبوت قالها على جهة الثبوت أي على جهة هي الثبوت في الموجبة يعني أو على جهة هي النفي أي الانتفاء في السالبة يعني مثلا في الموجبة زيد قائم في السالبة زيد ليس قائما أو ليس بقائم خلاص كده الصفحة دي خلصنا منها يلا قوله سميت حجة لأنه يحتج بها على القصد حجة يعني من باب الاحتجاج حجة يعني كذا عندك في الكلمات اللي في اللغة العربية العرب تربط بين ما كان في اللغة من جذر واحد يعني مثلا الحج والحجة الأصل إيه في اللغة الحاء وإيه والجيم فكأنه الحج اللي هو في اللغة القصد والحجة اللي هي البرهان ففي ربط بينهم فكأن الله تعالى جعل الحج برهانا على صدق الإيمان ففي ربط بين الايه الحج حجة يعني برهان ولله على الناس حج البيت فهذا يدل كونك تبذل الأموال وتنفق في سبيل الوصول إلى هذا دليل على صدق حجة على صدق إيمان قوله وسميت حجة لأنه يحتج بها على القصد وقوله ودليلا لأنه يستدل بها على ثبوت المطلوب يعني هي نفسها الحجة هي الدليل ولكن تسميتها حجة لأنه يحتج بها ودليل لأنه يستدل بها على ثبوت المطلوب واضح؟ يلا في شرح نرجع للشرع اللي هو اللي فوق يعني فكرت احنا في الحاشيه فمثال الاول قال الشيخ رحمه الله فمثال الاول قولك في شرح الانسان انه الحيوان فمثال الاول يعني اللي هو يوصل الى التصور والثاني اللي هو يوصل الى التصديق فمثال الأول قولك في شرح الإنسان قولك في شرح الإنسان يعني في تعريف الإنسان واحد يفهم كل من الشرح يعني احنا هنعمل هنا تشريح لا شرح يعني تعريف ومثال الثاني قولك في بيان حدوث العالم وهو ما سوى الله عز وجل العالم متغير وكل متغير حادث فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص قلنا المعلومتين يعني المستحضرتين في الذهن خلاص على الوجه الخاص زي مثلا لما يكون قياس من الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى هذا هو المراد بالوجه الخاص مش ترتب على كيفك على وجه خاص فهو والله قال وهو فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص وهو كون الصغرى يا بني آدم معكش كتاب ليه ده احنا ورق من صورينه بتروح تصور من دار الكتب ومن مجدش تجيب صورة لا المرة الجاية كتابة في الموضوع معاه مرة الجاية وحد عارف في مرة جاية ده ايه الغريب وما يدريك انه في مرة جاية ان شاء الله ربيتك تبقى عمر ده وانت هيديك طول العمر برضه فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص وهو كون الصغرى موجبة والكبرى كلية ده يعني ده رتبت على الترتيب الخاص يعني ده مثال يعني مش لازم في كل شكل يكون كده كل شكل له ايه احكامه تمام وهو كون الصغرى موجبة والكبرى كلية يوصل من اتضح له بالبرهان
صدقها الى العلم بانها لا لا صدقهما صدقهما يعني صدق الايه المعلومه القضيتين المعلومتين صدقهما يوصل من اتضح له بالبرهان صدقهما الى العلم بان العالم حادث في بعض الصغرى في حكم الكفر ماشي يعني يقول لك هنا ايه ترتيب القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص اللي هو كون الصغرى ايه موجبة والكبرى ايه كلية يوصل من اتضح له بالبرهان صدقهما الى العلم بان العالم حادث ليه لاندراج الصغرى اللي هي ايه العالم ايه لا العالم متغير العالم متغير الكبرى اللي هو كل متغير للكبرى اللي هي كل متغير لازم تتفطن فيمكن لاندراج الصغرى في حكم الكبرى خلاص كده لكن هنا في بعض الكتب رأيت بعض الشراح يقول الأولى ايه حذف كلمة ايه يوصل من اتضح له بالبرهان ليه لانه يعني بيقول ايه من اتضح له يعني معناها مش ترتيب القضيتين العالم خليك خلي بالك مع العالم متغير وكل متغير حادث موضوع التغير اللي في العالم اللي هو بنستدل به على ايه على حدوث العالم ده في الاعراض ولا في الاجرام لا في الأعراض ده بيستدل على حدوث الأجرام بملازمة الأعراض لها يبقى ده في الأعراض والتغير الذي في الأعراض ليس ثابتا بالبرهان وإنما هو ضروري يعني هذا يعني العالم متغير وكل متغير حادث بيقول من اتضح له بالبرهان صدقهما اللي هو صدق ليه الصغرى العالم متغير وكل متغير هذا متضح لكل انسان بضرورة المشاهدة وليس بالبرهان يعني ده ضروري مش محتاج الى برهان اللي محتاج الى برهان اللي هو ايه النظري وهل المشاهدات والامور الحسية دي عاوزة برهان فالأجل هذا قال الأولى حذفه لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري خلاص يعني عاوز تشاهد التغير تعال شوفه مش عاوز دليل يعني مش عاوز برهان يلا كده كم لا أشوف الحاشية طبعا لسه السؤال اللي جاي ده مسألة جديدة وهل الربط ده كلام جديد قال المحشي رحمه الله كمثال الأول أي ما يوصل إلى تصور مفرد قوله في شرح الإنسان أي توضيح ماهيته الحقيقية يعني معنى شرح الإنسان يعني تعريف الإنسان يعني بنوضح حقيقة ماهية الإنسان اللي هو إيه حيوان يعني كائن حي مش حيوان يعني بهيمة أو حيوان يعني داب لا حيوان يعني كائن فيه حياة ناطق يعني فيه قوة النطق أي الفكر والتعقل قوله لأنه لو كان يشترط في الإنسان النطق يعني الكلام في تعريفه أو في توضيح ماهيته لا يكون الأخرس إنسانا فليس المراد بناطق يعني متكلم قوله ومثال الثاني الثاني اللي هو يوصل إلى إيه أي الموصل إلى تصديق قوله في بيان حدوث العالم أي في التصديق بحدوث بعض العالم وهو الأعراض لأنه احنا هنستدل على حدوث البعض اللي هو ايه الأعراض طب والأجرام ده دليل تاني لأن الدليل الآتي إنما يدل على حدوثه لأن الدليل الآتي اللي هو المتغير ده يدل على حدوث الأعراض ولا يدل على حدوث الأجرام لأننا نشاهد التغير في الأعراض ولا نشاهده في الأجرام وإنما الدليل على حدوث الأجرام أنها ملازمة للأعراض الحادثة وكل ما لازم الحادث فهو حادث أما الأجرام فيستدل على حدوثها بقولنا الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة وكل ما كان ملازما للحادث فهو حادث ده خلاص كده نعم. واضح كده وبعدين يقول لك هو احتمل ان يراد بالعالم بس ده يبقى مجاز ما يبقاش حقيقه
لما يقول العالم متغير يعني أعراض العالم، يعني جزء من العالم. يبقى هنا إيه ده؟ إذا أراد بالعالم الأعراض فقط فهذا إيه؟ مجاز. يحتمل أن يراد بالعالم خصوص الأعراض مجازا، يعني مش الأعراض والإيه؟ ها؟ يعني الأعراض يعني معناه لما قلت العالم متغير أقول يا أخي أبو الجبال والسماوات لا لم يشاهد تغيرها، فكيف تقول إن إحنا بنقول العالم يعني الأعراض بس، هذا يكون مجاز. مفهوم؟ قوله وهو أي العالم لكن بالمعنى الشامل للأجرام والأعراض. وهو أي العالم لكن مش بالمعنى المجازي، بالمعنى الحقيقي اللي هو الشامل ليه؟ للأجرام والأعراض، وهو ما سوى الله عز وجل. هو ذا العالم ده، لأنه لو قلنا الأعراض فقط اللي هو المجازي مش هينفع، كأنه الأجرام دي ليست ما سوى الله يشمل إيه؟ يشمل العالم كله بأجرامه وأعراضه. قوله المعلومتين أي علما تصديقيا. قوله وهو الكون أي وكون موضوع الصغرى مندرجا في موضوع الكبرى. وقوله اللي هو وهو كون اللي هو، فإن ترتيب هاتين القضيتين المعلومتين على الوجه الخاص، وهو يعني الوجه الخاص كون الصغرى موجبة والكبرى إيه؟ كلية. ده شرط إيه؟ إنتاج الشكل الإيه؟ الأول. قوله بالبرهان الأولى حده أهو جاء، لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري لعلمه بالمشاهدة. ده الشيخ نفسه حتى في الحاشية وفي كتاب تاني برضو عندي قال نفس الكلام ده، يبدو خده من هنا. الأولى حذفه لأن ثبوت التغير للأعراض ضروري، لأننا نعلمه بالمشاهدة، فكيف يقول من اتضح له بالبرهان؟ قوله الصغرى أي موضوعها، فين الصغرى؟ هو كون الصغرى الكبرى يعني موضوعها. وقوله في حكم الكبرى أي في متعلق حكم الكبرى الذي هو موضوعها. هات الشرح بعد. قال الشارع رحمه الله وهل الربط بين الدليل والدليل. خلاص دخلنا الآن في إيه؟ في سؤال آخر أو في قضية أخرى. خلاص خلصنا من موضوع الإيه؟ بيقول وهل الربط. يلا شوف. وهل الربط بين الدليل والنتيجة عادي فيمكن تخلفه، أو عقلي فلا يمكن عند نفي الآفات العامة كالموت ونحوه التخلف، أو بالتولد بمعنى أن القدرة الحادثة تأثرت في وجود النتيجة بواسطة تأثيرها في النظر، أو بالإيجاب بمعنى أن النظر علة أثرت في وجود المعلول. هنا في أربع مزايا. السؤال هنا بيقول إيه؟ هل الربط بين الدليل والنتيجة؟ يعني إيه الربط بين الدليل والنتيجة؟ يعني بين العلم بهما أو الظن، لأنه إن أدى إذا كانت المقدمات يقينية حتؤدي إلى العلم، وإذا كانت ظنية حتؤدي إلى إيه؟ إلى الظن. يبقى هل الربط بين الدليل والنتيجة يعني بين العلم بهما؟ يعني أنت رتبت القضيتين المعلومتين في ذهنك، والربط بين علمك بهما أو ظنك بهما، خلاص، وبين النتيجة، هل ده عادي؟ عادي يعني إيه؟ يمكن تخلفه، يعني يجوز تخلفه، زي الربط بين النار والإحراق، فلو كان عقليا لا يمكن تخلفه. لذلك لما وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار تخلف الإحراق، فكان إذن الربط بين النار والإحراق ربط إيه؟ عادي. إنما الربط العقلي زي إيه؟ زي الربط بين الزوجية
والأربعة أو الفردية والثلاثة، هل ده يمكن تخلفه ده؟ لا، يبقى هذا رب إيه؟ عقلي. ولذلك كانت المعجزة تخرق الربط العادي ولكن لا تخرق الربط ليه؟ العقلي. هو عاوز يقول عادي يعني يمكن تخلفه أو عقلي، فلا يمكن عند نفي الآفات العامة. طبعا في آفات عامة وفي آفات خاصة، الآفات العامة كالموت ونحوه، هيتكلم نحو الموت يعني الجنون مثلا أو بالتولد. طبعا الترتيب ده في إيه؟ هذا الترتيب تشعر إنه إيه؟ مش منظم أو مش مرتب. يعني السؤال يعني هي ليه؟ الشيخ اليوسي في شرح السنوسية بيقول إيه؟ بيقول هذا التقسيم غير مناسب. ليه؟ لأنه في أربعة أقوال، القولين الأخيرين في التأثير خلاص كده، والأولان في التلازم، وما فيش تنافي عشان تبقى الأقوال أربعة ولم تتنافى الأقوال. فإن قول الإمام اللي هو إمام الحرمين لا ينافي قول الفلاسفة من جهة أن الربط عقلي فيهما، وقول الشيخ يعني الأشعري لا ينافي قول المعتزلة إذ هو عادي فيهما. فحق التقسيم يعني طريقة التقسيم لا تكون كما فعل الشارح، وإنما إيه؟ التقسيم يكون كده زي ما قال الشيخ اليوسي، يقول كده السؤال بدل ما يقول وهل الربط بين الدليل والنتيجة، لأنه ده كلام القولين الأخيرين في التأثير والتنين في التلازم، وما فيش تنافي إيه؟ يعني ما فيش ولم تتنافى الأقوال عشان يبقى تقسيم. متى يكون في تقسيم؟ لما يكون في تنافي. القول الإمام الحرمين غير منافي لقول الفلاسفة، وقول الأشعري غير منافي لقول المعتزلة، يبقى كده اثنين مش أربعة. فكان يقول لك حق التقسيم عشان يبقى أربعة أن يكون هكذا. وهل النتيجة بخلق الفاعل المختار أو بالتولد أو بالتعليل؟ كم دولة؟ ثلاثة. وعلى الأول اللي هو إيه؟ خلق الفاعل المختار. فهل الربط عادي أو عقلي؟ أو يقال هل هي بالاختيار أو بالتعليل؟ وعلى الأول اللي هو الاختيار، فهل للباري أو للعبد؟ وعلى الأول هل الربط عقلي أو عادي؟ هكذا يكون ليه التقسيم. عقلية اليوسي ده أديب وشاعر ولغوي ومتكلم، فقال هنا في لخبطة في الكلام، الترتيب ده مش مناسب. فالترتيب المناسب يكون هكذا بهذه الطريقة التي ذكرها مين؟ الشيخ اليوسي. يقول كده هل النتيجة بخلق الفاعل المختار ولا بالتولد ولا بالتعليل؟ بخلق الفاعل ده كلام مين؟ أهل السنة والجماعة. التولد كلام مين؟ المعتزلة. التعليل كلام مين؟ الفلاسفة. هذه كده إيه؟ ويجي بقى يقولوا على الأول فهل الربط عادي أو عقلي؟ أو هل هي يعني النتيجة بالاختيار أو بالتعليل؟ وعلى الأول إنها بالاختيار، فهل للباري خلق الفاعل المختار؟ يبقى الفاعل المختار مين هو؟ هل هو الباري ولا هو العبد؟ ما هو المعتزلة عندهم الفاعل المختار هو العبد. وعلى الأول هل الربط عقلي أو عادي؟ فهكذا يصح الإيه؟ الترتيب. يلا تفضل. قال أربعة مذاهب. أربعة مذاهب. مذهب مين؟ أول مذهب الأشعري. ماشي، مذهب الأشعري ومذهب إيه؟ والثاني إمام مذهب إمام الحرمين. إمام الحرمين وهو الصحيح. وهو الصحيح طبعا حيجي هنا في الشرح بيقول لك الأولى أن يقول الأصح اللي هو كلام إمام الحرمين، لأنه كلام الأشعري صحيح إلا إذا أراد بكلمة الصحيح يعني الأصح، يبقى الكلام كذا يمشي. إنما لو قصد صحيح وأصح يعني صحيح، لأن مقابل الصحيح إيه؟ غير الصحيح. إنما الأصح يبقى مقابله صحيح أيضا.
الاثنين صح بس في واحد اصح، فكان الاولى ان يقول الاصح او ان يراد بالصحيح الاصح. والثاني مذهب امام الحرمين وهو الصحيح. اذا اربع اقوال، الاول مذهب مين؟ الاشعري فعل المختار، والثاني مذهب امام الحرمين وهو الصحيح او هو الاصح. وللقاضي، القاضي مين هنا؟ القولان، يعني ليه قولين. والثالث مذهب المعتزلة. والثالث مذهب مين؟ المعتزلة. والرابع مذهب الفلاسفة. عرفت كده المذاهب؟ يبقى عندنا مذهب مين؟ إمام الأشعري، مذهب إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني شيخ الإمام الغزالي، بعد كده القاضي له قولان، والمعتزلة لهم قول، والفلاسفة لهم قول، يبقى كم قول؟ أربعة. والثالث مذهب المعتزلة، واستثنوا من ذلك النظر التذكري، استثنوا من ذلك النظر التذكري وقالوا واستثنوا من ذلك اللي هم مين؟ المعتزلة، النظر التذكري. طبعا الأنظار ثلاثة، عشان تعرف ايه النظر التذكري، في تذكري وفي ذكري وفي ابتدائي، يبقى الأنظار كام؟ ثلاثة. ابتدائي وهي ثاني وذكري وتذكري. الابتدائي هو الذي لم يتقدم للنفس، ذا ابتدائي. طيب والذكري هو الذي تقدم لها ثم أتاها من غير استرجاع، ذا اسمه ذا ايه؟ ذكري. طيب والتذكري هو الذي تقدم لها واسترجعته، وذلك سمي تذكري يعني طلبت ذكره، طلبت. أما الثاني جاءها من غير استرجاع، وده تعرفه في الحفظ لما تنسى حاجة وبعد كده تقعد ايه تلف وتدور عشان تسترجعها، يبقى انت بتتذكر. انما لما تيجي وحدها يبقى هذا ذكري. يبقى الثلاثة ابتدائي، يعني هو الذي لم يتقدم للنفس، وتذكري وهو الذي تقدم لها واسترجعته، وذكري وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من غير استرجاع. يبقى الأنظار كام؟ ثلاث. يلا. والثالث مذهب المعتزلة، واستثنوا من ذلك النظر التذكرية فقالوا فيه بقول الإمام. بقول الإمام، المقصود بالإمام مين؟ إمام الحرمين، يعني وافقوا فيه قول الإمام لأنه كالنظر الذكري، أي الضروري. والرابع أي الضروري. والرابع مذهب الحكماء، والرد على الأخيرين، خد بالك بما يأتي، يعني الأخيرين اللي هم مين؟ المعتزلة والفلاسفة، خلاص. وقد اعترض أيضا على الفلاسفة بأن وقد اعترض أيضا على الفلاسفة بأن العلم ضد النظر لا يجامعه، والعلة تجامع المعلول حتما. والرد على الأخيرين بما يأتي، لسه حيأتي الكلام، بس خلينا في صفحة 18. قال المحشي رحمه الله، قوله بين الدليل أي بين العلم بهما أو الضرر، عند في الحاشية مش كده؟ ماشي. ربط بين الدليل أي بين العلم بهما أو الظن. نخل خلصنا كلمة القرآن بعدين. بين الدليل أي بين العلم بهما أو الظن، يعني الربط بين الدليل والنتيجة، يعني بين العلم بهما يعني بالدليل والنتيجة، أو الظن بهما يعني بالدليل والنتيجة. قوله الآفات أي التي تحصل عقب النظر وقبل استنتاج النتيجة. الآفات أي التي تحصل عقب النظر، يعني لسه هو بيرتب، وقبل استنتاج النتيجة، لسه ذهنه بيلف كده ويدور، راح أطلق عليه الرصاص مات. فالموت إذا كان حيمنع النظر نفسه،
يعني لسه عملية النظر ما تمتش، فكيف يأتي بالمترتب؟ ها يبقى ايه التي تحصل عقب النظر، يعني قبل الوصول الى ايه الى النتيجة. قوله العامة، الافات العامة، قوله العامة اي المانعة من الادراك المطلقة. يبقى العامة اللي تمنع من الادراك مطلقا، وفي ايه الخاصة اللي هي تمنع في خصوص هذا هذا المطلوب، انما تمنع من الادراك مطلقا سواء في النظر وغيره، سواء في الترتيب او غيره. سميت اضداد ايه عامة لانها ليست خاصة بالنظر، فهو بل كالموت ونحوه. قوله العامة، نعم لسه هيجي في الشرح اصلا. قوله العامة اي المانعة من الادراك مطلقا، المانعة من الادراك مطلقا، وليس خصوص ادراك المقدمتين والوصول الى المطلوب. فاذا منعت من ده فقط فهي الخاصة، انما اذا منعت من الادراك كله فهي العامة. مفهوم؟ صح. قوله العامة أي المانعة من الإدراك مطلقا كالموت، فإنه مانع من الإدراك مطلقا، يعني الموت والله لا هيخليك تدرك دي ولا هتدرك غيرها، خلاص انتهى الموضوع. وأما الخاصة، أما الخاصة كالعلم بالمطلوب، كالعلم بالمطلوب اللي هو انت رتبت زي العالم متغير وكل متغير حادث، ففي آفة تمنعك من العلم بالمطلوب اللي هو ايه العالم حادث. إنما العامة منعتك من كله، من المطلوب وغير المطلوب. وأما الخاصة كالعلم بالمطلوب فإنها لا تمنع من الإدراك مطلقا، بل من العلم بذلك الشيء فقط، لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به من الدليل لما يلزم من تحصيل الحاصل. شفت كده؟ يقولوا أما الخاصة، الخاصة اللي هتمنعك من إيه؟ من هذا الشيء بخصوصه وليس من الإدراك العام. ومثل للخاصة بيمثل للعام بالموت ونحوه. إيه اللي نحو الموت؟ الجنون، الذهول، الإغماء، النوم. الله يفتح عليك، أديك نمت. قدي اسمها إيه؟ أضداد إيه؟ عامة. طب إيه الضد الخاص؟ بيقول كالعلم بالمطلوب، ما هو اصلا انا عندي علم بالمطلوب، فكيف اتوصل بالنتيجة الى الحاجة ده تحصيل حاصل. فالعلم بالمطلوب اللي انا قدمت المقدمتين عليه يمنعني من ادراك المطلوب، لا من الادراك مطلقا بل من العلم بذلك الشيء فقط، لأن العلم بالشيء مانع من تجدد العلم به لما يلزم من تحصيل الحاصل. طب وأنا لم نصل إلى العلم به وهو معلوم يبقى إيه؟ ها؟ تحصيل حاصل. يبقى اسمها دي آفة إيه؟ خاصة. يعني أنت بترتب ليه؟ ما أنت عارف العالم حاصل، ليه بيقول عالم متغير عنه؟ مش هتصل إلى شيء، فهذه منعتك لأنه عندك. يعني كأنه مش هترتب اصلا، مدام زي ما واحد مثلا بيراجع معاي وانا مش ببص في المصحف لان انا عارف الايه خلاص تمام. يلا قوله ونحوه اي كالجنون، يعني ونحوه يعني نحو الموت زي الجنون والغفلة والذهول والنوم الى اخره. او قوله او بالتولد، يعني الربط بين النتيجة الدليل والنتيجة عادي ولا في تولد. ايه التولد؟ يعني ايه معنى التولد؟ قوله او بالتولد هو ان يوجد فعل ان يوجد فعل لفاعله فعلا اخر. هذا معنى التولد، انه فعل يوجد هذا الفعل للفاعل فعل اخر، زي حركة اليد خلاص لحركة المفتاح، فحركة اليد والمفتاح في اليد أوجدت حركة اليد لك اللي هو أنت حركة المفتاح.
يبقى حركة المفتاح متولدة عن حركة الايه؟ اليد. ابو حركة اليد مش متولد، ده فعل مباشر لك، فالفعل المباشر لك انه حركة اليد. اما الفعل اللي هو غير مباشر اللي هو ترتب على المباشر هو ده اللي بيسموه ايه؟ تولد. فالتولد ان يوجب الفعل لفاعله فعلا اخر. خلينا واقفين على كلمة وهل الرب